السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد شوسون او فطائر اللي كيجيو بنان ولداد واقتصاديين. بعجينة كتجي مورقة وبحشوة لذيذة وكيجيو مقرمشين. كنتمنى تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تتابعوا معايا مقادير والطريقة ديال هاد الشوسون. غندوزو دابا المقادير ديال هاد الشوسون. طريقة جد سهلة ومقادير بساط. غادي نحتاجو هنا 500 غرام ديال الفرص نوعية ممتازة. غادي نحتاجو كذلك معلقة كبيرة ديال الزيت نباتية، معلقة كبيرة ديال الخل، بيضة. غادي نحتاجو الملح، كاس ديال الماء بارد، وغادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة اللي خاصة بالتوريق. صافي، هذه هي المكونات. غندوزو للطريقة. أول حاجة غادي نبداو بها، غنجيبو واحد الإناء، غادي نديرو بعدا الخليط هو الأول. غنديرو بيضة، غنديرو معلقة ديال الزيت، وغنديرو الملحة حسب الذوق بحال هكا، الجهد اللي غادي يملح لينا. وغنديرو معلقة ديال الخل، معلقة كبيرة أي خل اللي عندكم. صافي، هادي هي المكونات. غادي نضيفو على هادشي كامل كاس ديال الماء بارد. ضروري يكون داك الكاس بارد بزاف، يكون عندي في المجمد. وغادي نخلط هاد المواد مع بعضياتها. صافي، نخلط الخليط هو هذا. بعد ما تغير ليا اللون ديالو ولا بحال هكا تغير اللون، كنخلطو غير بشي فوي. صافي، غادي ندخل هذا الخليط للثلاجة حتى يبرد ليا واحد شويه، بيد ما ندوزو نخلطو الدقيق مع الزبده. غندوز دابا باش نخلط هذاك الدقيق. اول حاجه غادي نغرب لها الدقيق. ومن بعد غنجيب ديك الزبده، غادي ندوزها في الحكاكه بحال هكا حتى كنحصل على ديك الشعيرات ديال الزبده. المهم غنبقى هكا حتى كنحك ديك 250 غرام ديال الزبده. كما قلت لكم تكون حتى هي بارده وتكون خاصه بالتوريق باش كتصدق معنا الوصفه. كما كتشوفوا معايا هنا، بعد ما حكيت ديك الزبده ولات ليا بحال هكا على شكل شعيرات بديك الحكاكه، غادي ندخلها في داك الدقيق وغادي نحاولوا ما ندلكوش بحال غير كنبسبسوا الخليط بهاد الزبده. بهاد الطريقه كيجي رائع هاد العجين، كيجي مورق بلا عجين مورق، كيجي بهاد الطريقه سهله وبسيطه. غنبقى هكا حتى كنرمل داك الدقيق كامل بهذه الطريقه، وكنحاولوش ندلكو، كنحاولو غير نجمعوه باطراف الاصابع. كما قلت لكم الزبده اهم شيء تكون بارده، وحتى الخليط اللي غادي خلطت معكم في الاول حتى هو ضروري يكون بارد. في هذه الاثناء راه عندي في الثلاجه حتى نبسبس هذا الخليط مزيان، ومن بعد غنجيبو باش نجمع به. المهم انا غناخذ الوقت الكافي في ندير هكا. بحال كنصايبو بات بغيزي، عجل مكسر بحال تماما بحال الطريقه ديالو. هنا الدقيق بدا تيدخل مع ديك الزبده. هنا كما كتشوف معايا الدقيق صافي راه دخلت فيه ديك الزبده مزيان وبسبستو مزيان. صافي، غنجيب داك الخليط اللي كنت خلطت معكم في الاول، هو اللي غادي نبدا نخوي شويه بشويه وانا كنجمع. وعندي الخليط بارد دائما كنخوي وانا كنجمع، ما كنجيش نخوي دفعه واحده، وكنبدا نجمع باطراف الاصابع تنحاولوا ما ندلكوش العجينه.
انا ما خصهاش تدلك باش تجينا مرقه، هذا هو الهدف اننا ما كنعجنوش. ندقها حتى كنجمع العجينه، غير باطراف الاصابع باش ما كنهرسوش ديك الزبده. صافي غادي نخوي الخليط اللي كان باقي لي، ما غاديش ندلكها كما قلت لكم، غير كنجمع العجينة هي هذه. بعد ما جمعتها غير بهكا بأطراف الأصابع كنجمعها بهذه الطريقة وكنحاول ما ندلكهاش. صافي ضروري كيبقاو يبانو ديك الشعيرات ديال الزبدة أو الطريفات بحال هكا خاصة تجينا. صافي غنجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نجمعها ونخليها ترتاح ليا واحد ساعتين على الأقل، ساعتين باش كتنجح معنا الوصفة. الثلاجة ترتاح ساعتين ونكمل معكم باقي المراحل. دابا غندوزو للمقادير ديال الحشو ديال هذاك الشوسون. غادي نحتاجو فيهم جوج بصلات كبار مشلضين، وغادي نحتاجو 250 غرام ديال الكفته، وغادي نحتاجو واحد المربع واحد ديال الشعريه الصينيه اللي بالروس، وغادي نحتاجو كذلك معدنوس وشويه ديال الفرماج اللي مخلط بالموتزاريلا وفرماج احمر، وغادي نحتاجو كذلك الزيت والتوابل. اول حاجه غادي نديرو الشعريه الصينيه تطلق لينا في الماء. غنجيب هنا واحد الكاسرونه غنديرو الشعريه الصينيه تطلق لينا في هذا الماء طايب غليان، كنخليها حتى كتطلق، ومن بعد غادي نصفيها ونقطعها بالمقص. عاد نضيف على ديك الحشوه اللي غادي نحضر معكم في مقله، وغادي نديرها تسخن. غندير عليها الزيت مخلط بين زيت الزيتون وزيت نباتيه، من بعد غنضيف عليها البصله. صافي بعد ما سخنت داك الزيت غادي نضيف هنا جوج بصلات كبار ومشلضين شويه رقاق. غادي نخلي هاد البصله غير تهبط شي شويه ونضيف ديك الساعه الكفته. صافي هنا البصله بعد ما دبلات وبدات كتاخد ديال اللون وكتحمر، غنضيف عليها هاديك الكفته. عندي 250 غرام ديال الكفته، ممكن تقلو او تزيدو الكميه كتبقى ليكم. غادي نحاول نفتتها بهكا متجيناش مجموعه. غنضيف عليها التوابل، غنضيف معلقه صغيره ديال البودره ديال التوم حيت ما ضفتهاش في الاول، غنضيف معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الفلفل الاسود والابزار، قليل من الملح على حسب الذوق، شويه ديال السكنجبير. صافي كنعاود نخلط الكل جيدا حتى كيتشحر مزيان. صافي بعد ما تشحر البصله مع ديك الكفته غادي نضيف ديك الشعريه الصينيه بعد ما طلقات في الماء وصفيتها وقطعتها بطبيعه الحال. غادي نضيفها على هذا الشيء باش حتى هي تبل ليا. واخر حاجه غادي نضيف هي الربيض باش كيخلي ديك النكهه ديالو، وغادي نخلي الكل يتشحر حتى يطيب ونطفي عليه. واخر اضافه اللي غادي نضيف بعد ما نطفي عليه هو الفرماج احمر. صافي الحشوه عندي طابت، بعد ما عطيتها الوقت الكافي في الطياب. غنضيف عليها اخر اضافه كما قلت لكم الفرماج باش كيعطيها داك التعليكه وكيعطيها حتى واحد المذاق زوين. صافي غادي نطفي دابا النار وغادي نحرك غير هذا الفرماج يذوب. صافي دابا غنسجموا ليا العناصر مع بعضياتها. غادي نخلي هذه الحشوه تبرد وغادي ندوزو باش نحضروا العجين. هي هذه بعد ما دازت عليها ساعتين ديال المدنه وهي كترتاح، دابا غادي ندوزو باش نفكوها. غادي نقسمها على جوج، غادي نخدم كل طرف بوحدو، غادي نرشو دائما سطح العمل دقيق دائما بالمساعدة ديال الدلاك، كنعطيوها السمك، ما تكونش غليظة ما تكونش رقيقة، تكون متوسطة
صافي غادي نشكلها بواحد الدائره. المهم كتقطعوها باش ما عجبكم اي اطار او بزلافه ولا بكاس، المهم انا غنقطع بهذا. وهنا بديت كنقطع العجين، كنشكلها بشكل دوائر بحال هكا كتجينا. المهم انا غنستمر هكا حتى نسالي العجينه كامله بهذه الطريقه. صافي العجينه هي هادي، بعد ما طلقتها من الثلاج ورسمتها بداك القطعه كتجينا بحال هذا الشكل. غندوز دابا باش نعمر معكم. والحشوه ضروري تكون بارده ها هي باش ما كتقطع ليناش العجينه. صافي غادي نجيبها وغادي نبدا نحط المقياس اللي غادي يقدني في هاد الشوسون. بسم الله جات تقريبا ديك معلقه كنحطوها، ومن بعد كنجيب هنا واحد شويه ديال الماء كنغطس فيه صبعي وكندهن هاد الجنب هذا باش نجمع ديك الشوسون بهاد الطريقه. وكنجمعها بكل سهوله، كنبرك عليها باش ما كتحل حتى شي حاجه. عاد من بعد نقدر ندوز عليها الفرشيط. صافي كنهزها بكل سهوله وكنبدا نست في الطاوه. ضروري كنسدوها مزيان باش ما كتخرج لناش ديك الحشو. المهم غادي نعاود معكم وحده اخرى، الطريقه راه سهله. دائما كنجيبو دائره ديال العجينه وكنحطو فيها الحشو اللي غادي يقدر يهز لينا، وكندهن هنا بشويه ديال الماء وكنجمع الشوسون بكل سهوله. دائما كنبرك عليها بيديا باش ما تخرج لينا حتى شي حاجه، ومن بعد كنسدوها تاني بالفرشيط. عاد كنقدوها في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. انا غادي نستمر هكا حتى نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي ديال العجينه بنفس الطريقه كيف وريتكم. دائما كنسد مزيان بهذه الطريقه كما شفتوها بحال هكا. انا غادي نستمر هكا حتى نسالي هذه الكميه كامله. هادو هما الشوسون اللي حضرت معكم بعد ما ساليتهم كاملين وشكلتهم ستفتهم هنا في الطاوه. غندوز دابا باش ندهنهم ببيضه كامله، درت معاها بعض قطرات ديال الحامض. قبل ما ندهنهم غادي نتكيهم كاملين بواحد الكيردون باش ما يتنفخوش ويلقاو المجال فين يتنفسوا. هادشي علاش كنتقبهم. صافي غادي ندوز عليهم انا كامل هكا، ومن بعد غادي ندهنهم. صافي غادي ندوز عليهم كامل بهاد صفر بيضه ولا ديروا بيضه اللي يعجبكم، ومن بعد غادي ندخلهم الفران اللي يكون سخون. كنخليهم حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنهبطوهم اللي يتحمروا في الوجه ديالهم. ممكن تزينوهم بالبافو او بالجنجلان، انا غنخليهم هكا حتى يخرجوا من الفرن ان شاء الله ونزينهم بالفرماج محكوك. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوسون اللي حضرنا مع بعضياتنا. بعد ما تحمرات خرجتها من الفران جات على هذا الشكل. غادي نزينها بواحد شويه ديال الفرماج اللي محكوك، ممكن تزينوهم ولا تخليهم عادي. صافي وبحال هكا كنقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. كيف العاده ما تنساوناش ملي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش كيوصلكم كل ما هو جديد. ولا كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش كتعم الفائده. وغادي نقسم لكم وحده تشوفوها كيفاش كتجي. ها هي نقرب لكم هذه تشوفوها نقرب كيفاش كتجي. كتجي مرقه ومحلوله وكتجي مقرمله في نفس الوقت وبحشوه بسيطه ولذيذه. وشكرا لكم، لفيديو قادم ان شاء الله.